يقول السائل: ماذا يقول مستمع الأذان إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم؟ يقول مثله، يقول: الصلاة خير من النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فليقل مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن. وهذا يشمل التثويب، يشمل التثويب، إذا قال: الصلاة خير من النوم، يقول مثله. نعم.